حتى السحرة لما آمنوا عذبهم فرعون، انتهى عند كثير منهم الأمل، بدأ اليأس والإحباط يدب إليهم، بل ازداد فرعون في الظلم بعد إيمان السحرة. خشي فرعون من انتشار الإيمان في البلاد بعد أن آمن السحرة، فقال الملأ لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ هتسيبهم؟ هتسيب الإيمان ينتشر بينهم؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، وما لنا ألا نفعل ذلك وإنا فوقهم قاهرون. معنا كل العدة ومعنا كل الأسباب، لن يستطيعوا أي مقاومة، لن يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء. سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. عندنا كل الإمكانيات، لن يستطيعوا أن يقاوموا بأدنى مقاومة. ماذا قال موسى عليه السلام؟ لم يقل له مستسلموا، قال موسى عليه السلام: استعينوا بالله، إن الله عز وجل هو الذي خلق الأرض والسماوات، إن الله عز وجل هو الذي خلق فرعون وجنده، إن الله عز وجل لو يشاء لانتصر منهم ولكن ليبلونا ببعض. فقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله. هذه الحقيقة التي ينساها الناس في ظل تداول الأيام بين الناس، في ظل انتصار بعض الظلمة لمدة من الزمن، يتناسى الناس هذه الحقيقة، أو ينسى الناس هذه الحقيقة، أن الملك ملكه سبحانه وتعالى، وأن الأرض أرضه سبحانه وتعالى، يفعل فيها ما يشاء. فقال موسى عليه السلام وهو موقن بقدرة الله المطلقة: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده. والنتيجة الحتمية التي أعلمها يقينا من ربي، والتي أوحى ربي إلي بها، أن العاقبة للمتقين.